هذا المشروع ديال حماية سهل سايس، إعداد الهيدرو فلاحي لحماية سهل سايس، كيجي في واحد الوقت اللي كتعرف فيه بلادنا واحد العدد كبير ديال التغيرات المناخية اللي كتأثر سلبيا على المناطق الفلاحية وعلى الدخل والمعيشة ديال الفلاح. داكشي باش جا هذا المشروع هذا باش يحد من التأثيرات ديال التغيرات المناخية على الفلاحة، ونجيبوا للفلاحة ديال سهل سايس واحد المورد مائي للمياه الجوفية اللي كتعرف واحد المشاكل كبيرة، واحد العجز كبير ديال حوالي 100 مليون متر مكعب في السنة، وهذا ما سوف يكون له تأثيرات سلبية على الدخل ديال الفلاحين، على المعيشة ديالهم، خاصة الفلاحين الصغار اللي كيتواجدوا في المنطقة اللي ما غاديش يقدروا يسيروا العمق ديال الفرشة المائية. هذا المشروع هذا كيهم حوالي 30 ألف هكتار وأربعة ديال الأقاليم. اليوم فسروا لهم الأهمية ديال المشروع باش نشجعوهم على عملية الاكتتاب المشاركة في هذا المشروع باش يقدروا يستافدوا من هذه المياه السطحية اللي غادي تعوضهم على ذاك العجز اللي كيعيشوه. وكانوا عندنا شهادات اليوم ديال الفلاحة اللي كيعرفوا مشاكل ديال المياه اللي ما كيقدروش يلبيوا الحاجية ديال المنتوجات ديالهم. وعملية الاكتتاب إن شاء الله غادي تبدأ في الأسابيع المقبلة في كل الجماعات. وبطبيعة الحال كنشجع الفلاحة ديال الجهة كاملين ديال سهل سايس، وخاصة فلاحة مكناس، لأنه فلاحة عندهم فلاحة مزيانة، عايشين من الفلاحة، كاين بزاف ديال المناطق اللي بجوانب المدن اللي كتعيش من هذه الفلاحة المسقية. إذا مشروع جد مهم، واللي إن شاء الله غادي يتم التشارك ديال الفلاحة في هذا المشروع إن شاء الله. بالاكتتاب شنو هو الدعم الدولة؟ الدعم ديال الدولة أولا هو كنجيبوا للفلاحة واحد المورد مائي مستدام اللي هو المياه السطحية. وبطبيعة الحال كاين هذا كيجي جزء من واحد المشروع كبير ديال اللي هو مخطط المغرب الأخضر، اللي الجزء ديال الماء، توفير المياه. كما كنعرفوا التغيرات المناخيه اللي كاينه في السنوات الاخيره كتاثر على الفلاحه، اول حاجه دونك هي نجيبوا لهم الماء. ثانيا هي كاين الدعم ديال صندوق التنميه الفلاحيه باش يجهزوا الناس الضيعات ديالهم بالكوتاكوت اللي كيسميوه بالكوتاكوت السقي بالتنقيط. وبطبيعه الحال مختلف الدعم ديال المشاريع ديال الدعامه الثانيه ولا الدعامه الاولى ديال مخطط المغرب الاخضر. ومخطط المغرب الاخضر الجديد ان شاء الله في صيغته الجديده اللي غيهتم اكثر كما سمعنا تصبح مشاكل الفلاحه بالتسويق، بالتحويل ديال المنتجات، باش نقدروا نضمنوا واحد الثمن ديال المخرجات الفلاحيه اللي يقدر يلبي الحاجيات. نقدموا للفلاحات الفلاحه، نقدموا لهم المشروع بصفه عامه، والاهداف ديالنا في هذا المشروع عندنا هدفين. الهدف الاول هو انقاذ الفرشه المائيه، لان ولا ما نقدناهاش دابا ولا ما حاولنا ليهاش دابا غادي نمشيو لواحد الحاله كارثيه. من دابا 10 سنين ولا 20 عام غادي يوقع لنا داكشي اللي وقع في بنين شتوكا، وقع في قردان، وقع في بلدان اخرى ومناطق اخرى، اللي الناس تيديروا استثمارات جد مهمه باش يغرسوا ويفلحوا، وداكشي كلشي تيمشي باطله لان ما بقى ما. دونك حنا بغينا الهدف الاول انقاذ الفرشه المائيه، والهدف الثاني بغينا التنميه الفلاحيه المستدامه، زعما باش الناس يعرفوا ان استعمال المياه الجوفيه واستعمال الماء السطحيه تكون عقلانيه باش تجعل ان المنطقه تكون عندها واحد التنميه فلاحيه مستدامه. نعم. كيفاش يعني كيفاش دارت الادوار مع الناس الفلاحه د مكناس، واش كاين شي تجاوب؟ كاين تجاوب فعلا، الاكراهات ديالهم اكراهات الفلاحه بصفه عامه، عندهم تكاليف جد مهمه عوامل الانتاج الري، ولكن ما خصناش نساو ان الحكومه في هذه البلاد راه تتساهم بواحد صفه مهمه باش تخلص من التكاليف ديال الفلاحه، وتعاونهم في التسويق، وتعاونهم في تحسين الانتاج ديالهم نوعيا وكميا. وكاين بزاف ديال المبادرات، تقريبا اليوم 80% ديال التكلفه ديال
الري الموضوعي على حسب الدولة، ماشي الفلاح اللي تيخلصوا. مازالت شي ديال الان المغرب الاخضر يعني باقي الان حتى حاجه الابناك راه سيدنا طلب الابناك يبداو يفهموا راسهم ويدخلوا يعاونوا المقاولين يكونوا فلاحه ويكون او صناعيين او باش يكون واحد الرواج اقتصادي اللي يجعل الناس يخرجوا من الفقر ويحسنوا الوضعيه ديالهم، وهذا هو الهدف الاساسي ديالنا.